تقدم أعضاء مجلس البلدية الشمالية بعدد من المقترحات بعد أن تمت الموافقة عليها في اجتماعات اللجان للتصويت عليها في جلسة المجلس الاعتيادية التي عقدت صباح اليوم، حيث صوت المجلس عليها بالإجماع مطالبا بتفعيل تلك المقترحات لما لها من دور كبير في تنظيم الأمور البلدية، بالإضافة إلى تحسين الشكل الجمالي للمنطقة مع الحفاظ على مكتسبات المال العام. الزميلة خول الجرينيس والتفاصيل. استعرض أعضاء مجلس بلدية الشمالية عددا من المقترحات التي تقدموا بها في جلسة المجلس الاعتيادية التي عقدت صباح اليوم، حيث تقدمت لجنة المالية والقانونية بمقترح تعديل بعض القرارات الخاصة بتخفيض بعض الرسوم البلدية وبشكل تلقائي على المواطنين ممن يسكنون بالإيجار. مقترح أن تخفيض رسوم بلدية على المستأجرين وتكون رسوم بلدية اللي محسوبة على المواطنين لأصحاب الملك، يعني تكون دينارين أو 3 دينار. احنا مقترحنا أن يكون هذا الأمر تلقائي بدون ما يروح المواطن يتحمل مثلا أعباء إضافية، يروح يقدم طلب، وخاصة أن المواطن ما يكون عارف أن في هذه الخدمة كمواطن يستفيد منها. فاحنا كمقترحنا أن تكون أمور تلقائية للمواطنين، تسهيل العملية عليهم مباشرة، فأول ما يقدم خدمات الأوراق للبلدية كمستأجر ويسجل أموره في السيستم النظام، فتلقائي يتم تخفيض اللي هو رسوم بلدية بدل ما يدفع 10% من قيمة العقد، عقد الأجار، يكون النسبة المخفضة للمواطن البحريني 2 أو 3، وما يتحمل المواطن أعباء إضافية على كاهلة ولا يعاني مثلا يروح يقدم خدمات إضافية، يتحرك يروح إلى مثلا جهات يقدم طلبات وينتظر شهر إضافي، وفوق هذا تكون الفاتورة اوريدي تراكمت عليه وصارت المبالغ كبيرة. كما توافق الأعضاء على فكرة إنشاء إدارات مختصة بالأمن والسلامة في الحدائق والمتنزهات بهدف حماية المنشآت والمرافق العامة من التخريب، خصوصا وأن تكاليف صيانة الحدائق قد ارتفعت، ما يستدعي توظيف مجموعة من الشباب البحريني لأنهم أكثر قدرة في التعامل مع المواطنين بخلاف الموظف الأجنبي. تقدم بمقترح إنشاء إدارة الأمن والسلامة بوزارة الأشغال البلدية والتخطيط العمراني، وذلك للمماشي والحدائق المرافق العامة بشكل عام. الآن تصرف مبالغ كبيرة في الصيانة من خلال المرتادين الممشى، هناك بعض التخريب اللي يصير في المماشي وهذا يسبب إرهاق في الميزانية، فتقدمنا لهذا المقترح بأن يوظفون بحرينيين على أساس أنه يكون في مرونة وسهولة في التعامل مع مرتادين الممشى، وذلك رأي سمسام كبير على الحافظة على المرافق العامة. موضوع انتشار ظاهرة رمي بقايا الأطعمة على الشوارع والأرصفة وما تسببه من تشويه للمنظر العام للمنطقة، إضافة إلى تحويل الأحياء السكنية إلى بيئة حاضنة للأمراض بسبب انتشار الحشرات الناقلة للأوبئة. الأطعمة المرمية على الأرصفة وعلى الطرقات واللي تشوه المنظر العام للمنطقة، تشوه المنظر الجمالي أيضا، تشوه المنظر العام بصورة عامة، فما تسبب كذلك تسبب أمراض، تسبب تكاثر حشرات، تسبب أيضا تكاثر الكلاب الضالة عند هذه المناطق. كما بحث المجلس فكرة العمل على إيجاد الحلول الناجعة لمشكلة تشقق الطرقات في المنطقة، مطالبين بأن يكون هناك المزيد من التعاون في هذا الجانب بين كافة الجهات المعنية. خول الجرينيس لمركز الأخبار.